واجبك المدرسي؟ لا يا بسيط، كتيب فيه تفاصيل المرح الذي سنحصل عليه، الحاجز المرجاني العظيم. انظر، زلاجات ضخمة كثيرة، ومنصات القفز، والقلاع، وحبال للأرجحة، والقلاع، ومدينة ألعاب مائية. هذا ما سال لعابك فوقه. يجب أن نغني أغنية الطريق. طريق طريق ريق إيق إيق إيق، وأنا على الطريق إيق إيق، لا أحتاج إلى صديق إيق، وأنا على الطريق إيق، يدخل في عيني طيب إيق إيق، وأنا على الطريق إيق إيق، أشعر أنه ملك لي. أرجوك لا تلمس رأسي. طريق إيق إيق، سنغني للطريق يسعدنا في وقت الضيق. سنغني للطريق فهو لي أعز يعرف أحد أغنية أخرى؟ كم أشعر بالملل. لقد تخطيت هذه المرحلة، أشعر بالملل. يا أولاد، هل أرى ملعبا بالقرب من هنا؟ ليس أكثر الملاعب مرحا يا سبونج بوب. حسنا، علينا أن نستمتع. هذا ممتع. هيا يا بسيط، عليك أن تجرب. سبونج بوب، هل تتحدث إلي؟ أعتقد أنني سمعت صوت سبونج بوب يأتي من هذا الاتجاه. سبونج بوب، أين أنت؟ يا بسيط. سبونج بوب، أين تختبئ يا فتى؟ هذا ليس مضحكا. بسيط، أنا أقف هنا. سبونج بوب، كيف وصلت إلى هنا؟ حسنا، عندما رأيت الثلاجة. بسيط، أنا قادم. أنا لست بخير. لست؟ لا، أنا رائع. لقد كان هذا مذهلاً. لننطلق مرة أخرى. بسيط، انتظر. ما الذي يفعله متجر التذكارات هنا؟ يبيع التذكارات. يا بسيط، انظر إلى هذا. هل ستشتري شيئاً؟ لا، أنا لا أحب شراء التذكارات. لا أحد لا يحب شراء. لقد أدركت ما هو المكان. أدركت؟ بسيط، نحن وقعنا في فخ للسائحين. فخ؟ فخ. هيا بنا لنهرب قبل أن ننفق ما معنا. بسيط، انتظر، رأيت تمثالاً يصلح لأن أضعه على رف الموقد. سبونج بوب، لا! سنغني. سبونج بوب، ربما يجدر بنا أن نتوقف عن الغناء قليلاً. فكرة صائبة، سأعزف أغنية الطريق على هذه الصفارة. مستعدون للرحيل. شكرا مجددا. بسيط، هذه ألطف حشرة مخيفة كان لي شرف لقائها في حياتي. أنا أيضا. سبونج بوب، ها أنتما هنا. اصعدا يا أولاد، عاد القارب كالجديد، وما زالت أمامنا مسافة طويلة في هذه الرحلة. أولاد، افعل شيئا بسرعة. إنه ولدك يا عزيزتي، ولدك يا عزيزتي.
سلام وهدوء. انتظر ثانية، أسرار لا يهدأ. أيها المستشار، أين الجميع؟ تسلل كوخي للبحث عن نوع من مخيمات العراء. تقول ماذا؟ هؤلاء الأطفال ليسوا مستعدين أن يشاهدوا الحقيقة القاسية لشكل كبار. إذا قادهم هذا للجنون فسوف يلومون أهلهم. هيا نوقف هؤلاء المخيمين قبل أن يلقوا نظرة على هذا العرض الغريب. لا، هذا يوم حار وأنا لن أغادر هذا المقعد. لدي حل لهذا. حسنا، من أكون؟ يا إلهي، لا ركض في المخيم يا أطفال. هذه بالطبع السيدة نفيخة يا سبونج بوب، لكن من أنا؟ المخيم ليس مجانا، أين مالي؟ دوري. لابد أنك بسيط. حقا؟ انظر صخرة شفيء التي تحدثت عنها يا نارلين. نعم، هذا هو بالتأكيد صخرة شفيء. ثم نذهب إلى اليمين من هنا. إذن كيف تظنان سيكون؟ حسناً، قد تكون هذه أكبر بعثاتي العلمية. فكر فيما سأتعلمه عن تشريح الأسماك. أريد تناول طعام عار، دعيني أساعدك في هذا. مرحباً بكم، هل هذا مخيم العراة؟ ولما تقول ذلك؟ حسناً، أنت عاري. الحقيقة أنا عار جزئياً، أحب أن أفكر في نفسي كجسر بين الملبس وبدون ملبس، بين النسيج واللحم، مولود من عالمين لكن لا ينتمي لأي منهما. أنا من مخيم الملابس الكاملة في نهاية الطريق، وأريد إلقاء نظرة على المكان. لا أظن ذلك. إيه، ماذا حدث للمجاملة المهنية؟ لن تسمح لزميل بالدخول؟ يمكنك الدخول لكن بدون هذا. كما تحب. هذا هو المكان الذي قالت نارلين إن المخيم به. لا يوجد شيء هنا. أنت متأكدة؟ اخطوا في هذا الاتجاه. متعوا أعينكم بغبار المخيم الجديد. هيا، فهمتم، المخيم الجديد. فقط انظروا إليهم أيها المخيمون الصغار، وصلنا إليهم. وهذا هو المخيم اللطيف القديم. حسناً يا نارلين، استمتعتي، مزحة جيدة. هيا نعود إلى البيت. لا تحزنوا الآن، كنا فقط نعبث معكم، المخيم الحقيقي هناك. كان يجب أن تشاهدوا وجوهكم. إنه أغرب مما تخيلت. يا فتى، السمك يبدو غريبا بدون ملابس. نعم، خصوصا هذا الضخم القبيح هناك. حسناً، اسمعوا، كوني أباً وحيداً لطفلة عملاقة لا يترك وقتاً للتمرن أو الأكل جيداً. لا عليكم، فقط عودوا إلى المخيم في الحال، وإذا سألكم أحد فإن هذا لم يحدث. شيء محرج جداً. له وأنت يا بسيط، أين سروالك؟ لم أعد أريده، أنا حر. لا بسيط، ارجع، البس حذاءك. أبداً. هنا موقع العطلة. جازلين.
يبدو أفضل في الواقع. حسناً يا رفاق، دعونا نصوت على ما نفعله. أنا يا أبي، أنا سأتولى الأمر الآن. أنصتوا يا رفاق قبل أن نبدأ المرح. جدي، أنزل الأمتعة. بسيط، اصطحب تنكل إلى الحمام. عبقرينة، أحضر الوجبات. أمي، أبي، ابقيا حيث أراكما. الأماكن الجديدة الكبيرة مخيفة. نلتقي هنا بعد 5 دقائق. أنا ضعيفة أمام ألعاب الملاهي. رجاءً يا سيدي، هل ساعدتني على فتح الصندوق؟ لأن أصابعي ضعيفة. بكل سرور، مساعدة النزلاء هي القواعد. كن لطيفاً يا تنكل والعب مع زملائك. فتى جيد. دجاجة يا فتاة. كلب البحر. أنا ووالدك سنذهب للاسترخاء في النادي الصحي بينما تلعبان مع الجد. أساسي. مفيد جدا. حسنا يا أطفال، هل أريكما كيف تضربان بالمضرب كمحترف الجولف؟ إذا راقبا وتعلما. تذكر واصل إلى أن تدخل الكرة في الحفرة. كان هذا ممتعا. يا له من غروب أكثر من رائع. دمية، جئت تستمتع بالغروب معنا؟ أريدكم أيها المزعجون بعيداً عن محطتي على الفور. وإلا سأمحو وجوهكم. إنها القواعد. افعل هذا بعيني. جهز العشاء. يا سيدي، هل ساعدتني في وضع الأمتعة في السيارة؟ شكراً على العطلة الرائعة، نراك في الصيف المقبل. أوه،
يوم الأصحاب يوم الأصحاب يوم الأصحاب يوم بسيط يوم أصحاب سعيد. أو هذا اللبان هو أغلى ممتلكاتي، سأهديه لأعز أصحابي في يوم الأصحاب. بسيط، هذا شرف لي. ماذا بك؟ أهديتني هدية رائعة وأنا جئت لك بهذا. مرحبا، أنا روب 2-1 خادمك الآلي الشخصي، مبرمج لتوفير أكثر من 250,000 خدمة. هل تريد المخبوزات؟ لذيذة وساخنة. سبونج بوب، هدية رائعة. يسعدني أنها أعجبتك، لكنها ليست لبانا كبيرا مسليا. لا تقسو على نفسك يا سبونج بوب، أحب هديتي، سأذهب للعب بها الآن. هيا بنا يا روبو. قادم يا سيد بسيط. تماسك يا سبونج بوب، ليس سيئا، إنها هدية بسيط. أنت لست بسيط. آسف يا بسيط، لكن هديتك سترحل. الوداع أيها المتعفن. سبونج بوب، ماذا تفعل؟ يبدو أنه يتخلص من اللبان. ماذا؟ هل هذا صحيح؟ أبدا يا بسيط. إذن كيف تفسر هذا؟ لا أبدا، أحب اللبان وقررت أن أجعله أنيقا. ألا يبدو رائعا؟ جريء لكن راق. فكرة رائعة يا سبونج بوب، استمر في العمل الرائع. هيا يا روبو لنبحث عن المزيد من الخيوط. من أنت؟ ومن أين جئت؟ من الأعلى. لا أصدق حظنا يا شباب، عثرت على مخرج هنا. تحررت، لقد تحررت. ماذا يجري؟ يا ربي، سبونج بوب، سبونج بوب، سبونج بوب، افتح الباب. ساندي، سبونج بوب. أهلا ساندي، يبدو أنني أوقعت نفسي في مأزق كبير. شفي ساندي، الجميع يستمتعون باللبان إلا أنا. أعني لبانك. بسيط، هل تفتقد اللبان؟ حسنا، إنه يوم الأصحاب، هل ترغب في استعادة اللبان؟ نعم. إنه لك يا صاحبي، لكن أخرجنا من هنا. إنه سهل. دم 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 هذا أجمل يوم يا أصحاب في العالم. بسيط، افتح الباب، لقد اختفى شفيق وسريع.
أفكر مثلهما. ماذا لو اختفى الجميع؟ مستر سلطة اختفى أيضا. ساندي اختفت. اختفوا 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 اختفوا. سبونج بوب هلا صبت، إنك تزعج عبقريتي. صباح الخير يا طلاب، هل أخبرني أحدكم ما أول شيء نفعله عند القيادة؟ الدواسة؟ هذا صحيح، الدواسة، إجابة صحيحة يا سبونج بوب. أشكرك كثيرا يا مدام نفخ. لا فائدة من هذا، أنا لست مدام نفخة، لن أحل مكان الجميع، لن أكون سعيدا بعد اليوم. أوه، رخصة بالاسم. رخصة، هذا هو حلمي. أهلا يا فتى، هذا أنا. لا بأس، أحمل رخصة. لا 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 لا. انصتوا إلى هذا الصوت. لا 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 لا. سعيدة يا قارب. لا 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 لا. أوه سريع، رأيت كابوسا اختفى فيه كل أصدقائي وكنت أقود. ليس كابوسا. أمنياتي العزيزة، لا أعتقد أنني سأثق بأي عربة، سأهرب ما أن تسنح لي الفرصة. ما زلتم أحياء؟ أين كنتم؟ إنه عيد الابتعاد عن سبونج بوب. عيد الابتعاد عن سبونج بوب؟ نعم، يوم كامل مخصص للابتعاد عنك. يوم؟ لكنكم اختفيتم أسابيع. لا، لا، نعم، لقد انتهزنا الفرصة. حتى أنت يا بسيط. الكل يحتاج إلى يوم راحة على الأقل. يسعدني استمتاعكم. ابتهج يا فتى، إنه يوم كامل حافل بذكراك. حقا؟ بالطبع. أولا صنعنا تمثالا ضخما لك، ثم أحرقناه تماما. فوق الرماد ولم ننم ليلتها. واو، يوم كامل للاحتفال بي. لا يهم، انتظر إلى أن ترى يوما بلا بسيط. هيا يا أصدقاء، هيا بنا. أين ذهب الجميع يا رفاق؟ يا رفاق، ماذا تريد أن تفعل اليوم؟ لا أعرف ماذا تريد أن تفعل اليوم. لا أعرف ماذا تريد أن تفعل اليوم. لا أعرف ماذا تريد أن تفعل اليوم. لا
أعرف ماذا تريد أن تفعل اليوم. أعرف ماذا أريد أن أفعل اليوم. أحتاج بعض النقود. لا، ليس معي نقود. سبونج بوب، أنا أريد شراء بالون بشدة. شراء بالون بشدة. لا تقلق يا بسيط، هناك نقود كثيرة في بنك سبونج الوطني. إدماني. أنا أيضا مفلس، سنقترض المال من شفيق. انتظر، بدلا من اقتراض النقود لما لا نقترض مباشرة البالون؟ نعم، مثل مستر سلطة. أليس هذا اقتراضا؟ بلى، لا بأس بالاقتراض طالما أننا سنعيد الشيء. صح صح. هذا أمر رائع، سنستمتع بوقتنا كثيرا، يمكننا الجري بالبالون، ثم سنذهب إلى الشاطئ بالبالون. نعم، ثم نركب الدراجات، ثم نذهب إلى السينما وحلقة التزحلق ومطعم البيتزا، وإلى القمر والسحب وخلف مقلب القمامة ومحل الحلوى والحديقة وعلى الطائرة والصخرة وأسفل التل ومع الحوت. نحب الاقتراض. فلقع. كيف سنعيده الآن يا سبونج بوب؟ القطع معي ومعي الهواء. أسرع ركب القطع. فرقعنا البالون، لن نستطيع إعادته. نحن للصار. يجب أن نعترف. نعترف؟ هل أنت مجنون؟ هل لديك فكرة عما يفعلون بأمثالنا؟ نحن لا نتحدث عن جناية أو اختطاف طائرة. لقد سرقنا بالونا، سيحبسوننا إلى الأبد. أنت محق، فلنحافظ على هدوئنا. تصرف بهدوء. انظر ماذا معي. مستطيلات. ليست مستطيلات، إنها حلوى. يجب أن نحرص على أن تكفينا بقية حياتنا. شكراً يا سبونج بوب، أعتقد أنني سأكلها. أعتقد أنني سأكلها. أين ذهبت الحلوى؟ يبدو أنني أوقعتها. لقد تناولتها، تغطي وجهك. أين ذهبت؟ سأموت جوعا. لا أثر لها. ترى أين ذهبت؟ ماذا؟ لقد سرقت حلواي. لا، لم أفعل. إذن هكذا هو الأمر، إن اللص سيظل لصا. ستقع في ورطة. بل أنت. هو سرق البالون كما ترى. هو هذا المجرم. كيف أساعدكما؟ لقد سرقنا بالونا. سرقنا بالونا. ما المشكلة هنا؟ يبدو أنهما سرقا بالونا. ماذا ستفعلان بنا؟ حسناً، اتبعني. إذا كنت تخاف من الحبس لا ترتكب الجريمة. انتهى الوقت، الآن اذهبا. لكن سرقنا بالونا. نعم، في يوم البالون المجاني. ما رأيكما في بعض الحلوى يا شباب؟ لنعد بعدم اقتراض شيء دون إذن بعد اليوم. أعدوك. حسناً، من منكم الذي قام بسرقة حلواي؟ من منكم؟ كان هذا لا يصدق. انتظر، نحن
بالطبع لا، إنها هدية. هدية لمن؟ لك وللجميع. يبدو قطوع. إنه طعم جديد، إنه لذيذ. طعم جديد؟ دعني أجرب. لا، يجب أن تنتظر حتى الإجازة. إجازة؟ أي إجازة؟ يوم الطعم. يوم الطعم؟ أخبرني عن يوم الطعم، كيف هو؟ ماذا تفعل؟ سأخبرك عنه إذا ساعدتني في إخفاء الهدايا. يا فتى، يوم الطعم إجازة جديدة جدا، ارجع يا سريع للبيت. هذه سيارته؟ لا. هل تنطر طعما في يوم الطعم؟ أكيد. هل يصنع رجالا؟ ورقائق الثلج اسمها رقائق الطعم؟ نعم، أيا كان، انتظر، هذا بيت سلطة. يمكننا إخفاء هدايا الطعم وضخوها من النافذة. اللعنة، النافذة مغلقة. ما هذا؟ النافذة مفتوحة. من هناك؟ مؤكد لديه رؤى لأشياء حلوة ترقص في رأسه. دعنا نستمر في الحركة. سنحرم شراب الطعم حول شجرة الطعم، وسيكون هناك أضواء الطعم الملونة. نعم، هذا جيد. إنه لم يتبقى سوى مغرفة واحدة. هذه من أجلك، دعني أخبئها. سأخبئها. حسناً، الآن أذهب حتى لا ترى أين خبأتها. لا لا لا، لا أريد أن أرى ذلك. يا له من أحمق. لا تسترق النظر. حسناً يا شمشون، تخلصت منه كله بدون أي مشكلة. الوقت الآن، يجب أن أخفي هدايا شمشون قبل أن ينتهي يوم الطعم. مؤكد شمشون لن يبحث في المجاري. طعم، حسناً، سأحصل على المزيد هنا. أنت مسؤول عن كل هذا الطعم؟ نعم، هذا صحيح، على الروح. حسناً، كمفتش صحة لدي شيء لك. مليار دولار؟ توجد طريقة للتخلص من دفع الغرامة. سأفعل، ما هي؟ تأكل كل الطعم. ألا يوجد أحد يعرف ما المعنى الحقيقي ليوم الطعم؟ أعرف، أضواء من فضلك. اسمع، كان يوجد طعام تحول من مقزز إلى وليمة بتفكير سحري، والنية الطيبة للطعم أغلقت قلوب الأسماء. شراب القصوص غبي، أريد المرحاض. شكرا لك. آه.
سأمسك بقناديل البحر، سأمسك بقناديل البحر، سأمسك بقناديل البحر. لا تفعل هذا ثانية يا القسوس، أحذرك. ماما، لو هل هذا أنت؟ هكذا سيبقيك هذا في الداخل. لا شيء سوى السقف. أشرقت الشمس، يجب أن أختبئ. لا أفهم. سانتا؟ يا ترى من هو سانتا؟ من يهتم؟ أمي دائما تقول لا تهتم بقيمة الهدية. انتظر، أمي قالت ممنوع، وهذا يعني بالطبع لا. أمي تقول هذا أيضا. سانتا تقوله أمي أيضا. ماذا؟ سانتا ليس شخصا غريبا. أعتذر لأمهاتكم، لكن يجب أن أعرف ما هي. لا يا بسيط، أمي قالت ممنوع، وهذا يعني لا. أنا سانتا، تعرفون؟ رائحة النعناع. لا تخافوا أيها الضعفاء، الرياضي سينقذكم. ليس لديه معدة، جسمه وعاء مليء بالهلام. أتمنى لو لدي وعاء مليء بالهلام. أرجوكم لا تؤذوني، لدي 10,000 قزم أطعمهم. رأيتم؟ هم أقزام صغار. هذا أسكته. توقفوا رفاق، هذا ليس عملاقا أحمر. حسناً، هو كذلك. العملاق هو سانتا كلوز، أعرفه منذ كنت في تكساس. إنه صديقي. سانتا كلوز صديق الجميع. انظري أيتها القرود الصارخة، هذه الهدايا ليست خطيرة، إنها حلوة ولعب. رأيتم؟ أخبرتكم. اقتنعت عندما قلت حلوة. آسفة ثانية على سوء الفهم يا سانتا. آسف أيضا، كنت تخلعين رأسي. لحسن الحظ احتفظت ساندي برأسها. أهلا هوم لودول، انطلق. عيد سعيد للجميع، على الأرض أو البحر. تصبحون جميعاً على خير. أجل، خزانة الزمن ستمنحني الوقت الكافي للعثور على هدايا للجميع. أولاً سأحضر لأبي آلة حلاقة من المستقبل.
بسيط الآلي، نحتاج شجرة الميلاد، وهذا الكوكب مليء بها. انظر. الأشجار البرية خطيرة جدا يا كابتن، فرصتك الوحيدة لقطع شجرة هي باستخدام هذا. أبعد هذا يا بسيط الآلي، وراقب جيدا كيف سأربط هذه الوحوش بيدي القوية ذات العضلات. مرحبا يا فتى المستقبل، هلا ساعدتني؟ أبحث عن أحدث آلة حلاقة كي أعطيها هدية لوالدي العجوز في عيد الميلاد. أعطيه هذه كابتن توم، لا يحتاج إليها، ستحقق أي شيء، هذه أحدث التكنولوجيا. واو شكرا، زهرة العيد قريبة مني. حسناً، سعدت بإتمام الصفقة معك أيضاً. هذا يبدو عضاء. لا أعتقد أن أحداً سيمانع إذا أخذت بيضة صغيرة. ممتاز، الآن سيسهل علي أخذ البيضة. يجب أن تكون ذكياً كي تخدع حيواناً أحمق. أنا لا أتحدث عنك، أنا لا أتحدث عنك. أرى زهرة العيد. الكل غريب الأطوار، السمكة ذات اللحية، أوه مدهش، السلطعون التوأم، ماذا؟ عروس بحر فيجي؟ لقد رأيت كل شيء، أمي كانت محقة، المكان هنا لطيف، لكن لازلت لا أعرف ماذا تريد في الأعياد. السمكة ذات الأوشام؟ سأهدي أمي وشما في العيد. وقت الراحة. الحصول على الوشم مؤلم، أرجو أن تعجبكم الهدايا، إنها آلة حلاقة من المستقبل يا أبي. واو، إنها دقيقة للغاية، شكرا يا ولدي. لعلها ليست نصف شمعة ثانية. بيضة ديناصور، أنا لم أتناول عجة تيرودكتيل منذ أن كنت أعيش في الكهف، شكرا يا حفيدي. أيقظوني في بداية العام. عيد سعيد يا أمي. وشم جديد. كيف عرفت؟